بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الترند. حالة مهمة جدا لأنها جاية بالتأكيد قبل 24 ساعة من مواجهة القرن بين الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية. كبير القارة الأوروبية في مواجهة كبير القارة الإفريقية. يمكن الصحف الأسبانية كلها اتكلمت على الأهلي بمحاربي القارة الإفريقية، وفي المقابل تحدث الإعلام المصري والصحافة المصرية عن مواجهة القرن بين نادي القرن في إفريقيا مع نادي القرن في أوروبا في أول مواجهة رسمية في منافسات كأس العالم للأندية وتحت شعار الاتحاد الدولي فيفا. بالتأكيد النادي الأهلي ربح كل شيء وفاز بكل شيء في هذه البطولة، ولعل وعسى قد تكون نسخة مقررة من نسخة اليورو، نسخة أوروبا عام 92 لما استدعى الاتحاد الأوروبي منتخب الدنمارك ولم يكن مرشحا ولا مشاركا في هذه البطولة. لعل وعسى بإذن الله يكون النادي الأهلي في هذه البطولة نسخة مقررة من مشاركة الدنمارك في بطولة اليورو، ويكون النادي الأهلي مرشح للفوز بالبطولة في حال تخطيه ريال مدريد غدا. الحلم ممكن يبقى واقع وحقيقة، نحلم مع بعض وبإذن الله ممكن يبقى واقع، وإن شاء الله عندنا ثقة في رجالتنا أن هم يتخطوا فريق ريال مدريد في مباراة الغد في وجود أكثر من حوالي 60,000 مشجع. بالتأكيد هيكونوا مؤازرين ومساندين للنادي الأهلي في مباراة موقعة مولاي عبد الله في الرباط. حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، وهنتكلم عن كل كبيرة وصغيرة في المملكة المغربية استعدادا لمواجهة الغد، واللي هيحضرها بالتأكيد وعلى رأس كل الحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وعايز أعرف من حضراتكم أفضل تشكيل للأهلي في مواجهة الريال بكرة إن شاء الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية. مين أفضل تشكيلة وأفضل 11 لاعب يبدأوا مباراة الغد؟ شاركوا معنا في الإجابة على السؤال عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم. لكن بسرعة نروح مع بعض لأهم العناوين، والنهاردة عناوين مهمة جدا عن مباراة القرن. في ترند الأهلي يوم واحد على مواجهة القرن في نصف نهائي المونديال. وكمان كولر نحاول إيقاف لاعبي ريال مدريد دفاعيا. وأخيرا أنشيلوتي، الأهلي أحد أهم الأندية في العالم. طبعا النهارده كانت في وقائع المؤتمر الصحفي وتصريحات مهمة جدا سواء من مارسيل كولر أو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد. طيب نروح لاستعراض مباريات اليوم. النهارده في مباريات في الدوري المصري، وكمان النهارده المباراة الأولى في نصف نهائي كأس العالم للأندية. نبدأ مع بعض مباراة اليوم في كأس العالم للأندية الساعة 9 من مساء اليوم، وفي طنجة فلامينجو البرازيلي في مواجهة قوية جدا أمام الهلال السعودي. نتمنى التوفيق يا رب للهلال الزعيم بطل السعودية وممثل قارة آسيا في هذه المباراة، ممثل العرب في هذه المباراة، يتأهل يا رب للمباراة النهائية. طيب الدوري المصري، يمكن منذ قليل انتهت مباراة سموحة والمصري بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق. والساعة 5 طلاع الجيش هيواجه بيراميدز، والساعة 7 من مساء اليوم فيوتشر في مواجهة قوية جدا مع البنك الأهلي. دي كانت أبرز عناوين ومباريات اليوم في الدوري المحلي أو حتى مباريات كأس العالم للأندية. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل وفقرة الأخبار والكواليس والمعلومات، فقرة ترند ترند. لما نتكلم على مباراة الأهلي وريال مدريد، إذا أنت أمام حدث عالمي فريد من نوعه، من الصعب أن يتكرر كثيرا. واضح جدا أنك ممكن تعمل مباريات ودية، تلعب مع ليفربول، تلعب مع أياكس، تلعب مع روما، تلعب مع الميلان، تلعب مع الريال، ولكن أنك تلعب مباراة رسمية مع ريال مدريد أكيد مكاسبها عديدة وكبيرة ومهمة، لأن البعض في أحيانا كثيرة ممكن يحتاج أنه يلعب مباراة ودية فيصرف عليها ويدفع من جيبه الكتير، تدفع من خزينة النادي ما يقرب مثلا من 3-4 مليون دولار عشان تلعب 90 دقيقة وتستفيد بالحضور الجماهيري، ولكن أنت هتلعب مباراة الغد وأنت كسبان من كل النواحي، رعاية، تسويق، حضور جماهيري، علامة تجارية بيتم تعظيم قيمتها ومكانتها، وكمان أنك بتلعب مباراة تقدر بعد ما كنت مرشح أنك تاخد 2-2.5 مليون دولار، لا رايح في كاتيجوري تاني خالص، ممكن تلعب على الأربعة والخمسة مليون دولار، يعني كمان بتلعب وهتكسب فلوس. ده كل ده بخلاف بقى الجانب المعنوي، يعني الجانب المعنوي في تاريخك لما يتقال لعبت نصف نهائي كاس عالم مع ريال مدريد اكيد حاجه كبيره جدا. عندي تفاصيل اكتر عن المباراه
وعندي كلام مهم جدا عن هذه المباراة، ولكن دلوقتي الحدث بيفرض نفسه لكل السادة المشاهدين وكل المتابعين للكرة في العالم، وهي مباراة الأهلي وريال مدريد. أكتر واحد ممكن يدينا كل التفاصيل ويقول لنا كل الأجواء زميلنا كريم أحمد موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في المغرب مع بعثة النادي الأهلي. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك في البداية وكل التحية والشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم. اليوم النهاردة حافل بالأحداث والمؤتمرات والاجتماعات الفنية وأيضا كمان التدريب الرئيسي، وبعد أقل من ساعة أعتقد كمان في زيارة لملعب مولاي عبد الله لمعاينة أرضية الملعب. آخر الأخبار والجديد لديك يا كريم. بالتأكيد يا محمد، طبعا يمكن أنت ذكرت كل الأمور النهاردة، يمكن ان شاء الله باذن الله يكون يوم عظيم على النادي الاهلي وتكون فتحه خير ان شاء الله من التدريب النهارده. الحقيقه كان مميز جدا، انا لازم ابدا معاك بالتدريب يا محمد النهارده لان الرساله كانت مهمه جدا في التدريب وفي الروح وفي الجديه الكبيره وفي الضغوطات اللي بنأكد عليها، اللي يمكن مستر كولر شغال عليها بشكل كبير جدا، بيحاول بشكل كبير جدا ان هو يرفع الضغوطات بكل ما يملك من قوه الحقيقه، من جانب نفسي، من جانب معنوي، من احاديث، من بعض التدريبات اللي فيها بعض الابتسامات البسيطه جدا. انت عارف النهارده طبعا محمد كان في اهتمام كبير جدا 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 من الإعلام النهاردة بتدريب فريق النادي الأهلي، وبالتأكيد على الجانب الآخر في موعد تدريب فريق ريال مدريد هيكون فيه اهتمام كبير أيضا، لأن يعني العالم كله منتظر هذه المباراة وليس جمهور النادي الأهلي فقط، العالم كله هينتظر النهاردة أو غدا بمشيئة الله إن شاء الله يعني نادي القرن في مواجهة بطل القرن الأوروبي. ده أمر كبير جدا وفخر عظيم جدا، والحقيقة أشقائنا المغاربة هنا يعني محمد رسائل مهمة جدا بنسمعها في كل خطوة، في فندق الإقامة، لعيبة النادي الأهلي وهي بتستقل طبعا الحافلة، بتلاقي الهتافات، بتلاقي التشجيع، بتلاقي ناس بتقول كلنا وراكو. طبعا حب اكيد لريال مدريد بشكل كبير، لكن يعني التعاطف الكبير جدا اللي احنا شايفينه بالحاله المميزه جدا والسبورت الكبير جدا من كل الامور، كل الوسائل التنظيميه، الامن، الفندق، الاقامه، المنظمين، اشقائنا المغاربه، الجمهور. فعشان كده ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون في يوم وغدا بمشيئه الله مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه، تاريخ بيكتب في سجل لاعبي النادي الاهلي، مجلس الاداره، اللاعبين، الجهاز الفني. فعشان كده ان شاء الله يا رب يكون كل لعيب كالعاده على قدر المسؤوليه في هذه المباراه، ونقدر بمشيئه الله يا محمد نفرح مصر كلها وليس جمهور النادي الاهلي فقط. النهارده يمكن زي ما انت قلت محمد تدريب فريق النادي الاهلي كان صباحا يليق او يمكن سبقه المؤتمر الصحفي الخاص بالنادي الاهلي، وايضا كمان كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد. الاجتماع الفني في هذه اللحظات محمد انت عارف في ساعه فرق، لكن انا اقدر اقول لك الاجتماع الفني بدا في هذه اللحظات. بنامل بس يا محمد في معلومه يمكن وصلت لنا، يعني ان شاء الله باذن الله املنا كبير جدا في لاعبي النادي الاهلي ان هي توصل بمشيئه الله في اخر نقطه في هذه المباراه، لكن عندنا معلومه يا رب ان شاء الله تكون مش صح، لان انت عارف يعني بيقول لك المركز الثالث والرابع في حال صح. هذا الامر هنرجع تاني طنجه، فده يعني يا محمد يعني بنتمنى والله، يعني انا عندي المعلومه لكن انا بقول يا رب يكون في الاجتماع الفني في اي تعديل في اي امر، لان هتكون في صعوبه كبيره جدا على اي فريق. احنا طبعا املنا مع فريق النادي الاهلي ان احنا نتخطى ريال مدريد بالجديه المعروفه وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، ان شاء الله نكون متواجدين هنا، ان شاء الله نكون متواجدين في الرباط، ان شاء الله نلعب على المركز الاول والثاني. لكن احنا بنتكلم على الجانب التنظيمي الحقيقه الخاص بالفيفا، امور صعبه جدا، تنقلات كبيره جدا، سفر الحقيقه يعني مرهق جدا جدا لاي فريق وليس فريق النادي الاهلي فقط، لكن ان شاء الله باذن الله باقدام لاعبي النادي الاهلي وبقلبهم الكبير وبشخصيتهم ان شاء الله باذن الله نقدر محمد في مباراه مهمه جدا 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 ينتظرها كل جمهور النادي الاهلي. طب كريم، هو طبعا محتاجين نشرح للناس الاتحاد الدولي واللجنه المنظمه من الفيفا عايزه تعمل ايه عشان الناس بس تبقى حاضره معانا ومتابعه اللي بيحصل. المفروض طبقا لجدول القرعه كان معروف ان مباراه الثالث والرابع والمباراه النهائيه هتقام المباراتين في ملعب مولاي عبد الله في الرباط. امبارح في المغرب عدد من وسائل الإعلام تنقلت معلومة، ويمكن ده من مصادر في الاتحاد الدولي، والأمر ده هيتعرض دلوقتي وإحنا بنتكلم معاك يا كريم، هيتعرض على الفريقين في الاجتماع الفني، إن في حال لا قدر الله خسارة مثلا الأهلي أو حتى خسارة ريال مدريد، مباراة الثالث والرابع هيتم نقلها إلى طنجة، مش هتتلعب في الرباط، وبالتالي الأمر ده أكيد هيبقى فيه مشقة، يعني تحديدا فرقة الأهلي لا قدر الله مثلا لو خسرت مباراة بكرة هترجع طنجة تاني. فانت على مدار البطوله في ظرف اقل من حوالي 10 ايام انت سافرت ورحت وجيت ما يقرب من حوالي مرتين ثلاثه، يعني اعتقد امر شاق جدا، وانا مش قادر افهم لغايه دلوقتي ليه الفيفا بيتعامل مع مساله التنقلات داخل المملكه بهذا الشكل. كان ممكن بشكل اعتيادي طالما هو عايز يلعب الثالث والرابع في نفس المكان كان ممكن يلعب مثلا في كذا ويلعب في الرباط طالما هو عنده تفكير في التغيير، ولكن مش عارف انطباع البعث عندك. طب يا كريم، لما النهارده سمعوا الموضوع ده وقبل ما يتحركوا للاجتماع الفني، اعتقد اتحركوا من حوالي ربع ساعه لان الاجتماع الفني بدا دلوقتي،
بالتاكيد يا محمد طبعا انا بضم صوتي لصوتك. الحقيقه يعني كنا بنعمل ان الامور التنظيميه الحقيقه تكون يعني اسهل من كده بشكل كبير، وتكون فيها راحه لكل الفرق وليس فريق النادي الاهلي فقط، لكن يمكن النادي الاهلي بيحط كل الظروف الوحش والحلو، بيحط كل السيناريوهات، فعشان كده يمكن الكل استقبل هذا الامر بانبهار كبير جدا، ويعني محدش مصدق هذا الامر الحقيقه يا محمد. يعني اقول لك بصراحه الناس بتقول ازاي، يعني ازاي هنرجع من جديد، او اي فريق هيرجع من جديد، او تحديدا النادي الاهلي بيفكر، لان انت عارف طبعا انت بتقابل فريق كبير جدا، الهزيمه موجوده والفوز موجود، توفيق ربنا موجود، لكن انت بتحاول تحط السيناريوهات الصعبه عشان تكون محضر لها بشكل كبير، فامر صعب جدا. يعني حتى كمان لو الثالث والرابع الميداليات هتسلم في طنجه ولا هتبدا ترجع الرباط بعد المباراه، امور الحقيقه يعني صعب. ان شاء الله باذن الله كلها تكون دوافع تصب الاهلي يا رب ان شاء الله يا محمد. هذا الامر يعني صعوبات اللي بتقابل والانتقالات الكثيره جدا، الحمد لله ربنا بيساعد لاعبي النادي الاهلي، بيحاولوا ان هم يجهزوا من نفسهم بشكل كبير، بينسوا كل التعب وبينسوا كل الارهاق في التنقلات عشان الهدف الكبير كالعاده هو جمهور النادي الاهلي واسعاده ان شاء الله. يعني كمان محمد نقطتين مهمين جدا، لما بتسمع تصريحات الحقيقه كارلو انشيلوتي وبتسمع فالفيردي على تعظيم النادي الاهلي وقيمته الكبيره وعلى اللاعبين، الحقيقه امر مهم جدا. لعيبه النادي الاهلي انت عارف بقى في هذه اللحظات كل لعيب بيحاول ان هو يقرا يشوف ايه اللي اتكلم، ايه اللي اتقال، ايه اللي اتقال على النادي الاهلي، ايه اللي بيتقال على المباراه. فالحقيقه يعني قيمه النادي الاهلي كبيره جدا يا محمد زي ما انت عارف، قيمه النادي ايضا ريال مدريد كبيره، لكن النادي الاهلي الحقيقه هنا في المغرب والكلام الكبير جدا من الصحف الاسبانيه والمدير الفني انشيلوتي وفالفيردي بتزود الرغبه بشكل كبير جدا. الناس بتقول ايضا كمان النادي الاهلي عنده حلم ان هو يحرز المركز الاول، يحرز الميداليه الذهبيه زي ريال مدريد، امور الحقيقه بتزود الرغبه بشكل كبير، بتزود الدوافع بالروح والاصرار والجديه وتشجيع الجمهور الكبير جدا من اشقائنا المغاربه ان شاء الله، اللي عندنا امل كبير جدا فيهم ان هم يكونوا سبورت كبير جدا لفريق النادي الاهلي في المباراه اللي هيستقبلها طبعا مركب الامير مولاي عبد الله 60,000 ان شاء الله يا محمد يكونوا في الموعد ويكونوا في الاستاد، ويا رب ان شاء الله كل الظروف تكون معنا محمد بمشيئه الله. طيب عايز اطمن منك يا كريم على الفريق اللاعبين النهارده، كل كان جاهز في المران الجماعي، كولر الحمد لله كل اللعيبه جاهزين معاه، ولا البعض ممكن يكون لسه بيشتكي من اجهاد فممكن ما يكونش جاهز لمباراه بكره؟ يعني كنا محمد طبعا اتكلمنا على قفشه وكهربا، الحقيقه يمكن امس قفشه كان بيشعر ببعض طبعا البروده، ويمكن قلنا طبعا نزل برد بسيطه جدا، كهربا يمكن ريح في التدريبات الجماعيه امس خد جزء بسيط، لكن الحقيقه النهارده ظهروا بشكل اكثر من رائع زي ما بنقول يا محمد. التضحيات مهمه جدا في هذه المرحله، عشان كده شفنا كهربا النهارده الحقيقه بيأدي تدريب اكثر من رائع، محمد مجدي قفشه الحقيقه واضح التركيز الكبير جدا، الجاهزيه التامه لكل لاعبي النادي الاهلي، وده كان امر مهم جدا كنا حابين نطمن عليه من الجهاز الطبي، تاكدنا الحمد لله ان مفيش اي حد بيشكي من حاجه. هو طبعا الوحيد اللي نقول له ألف سلامة مع كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس بعثة النادي الأهلي ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يعني الطقس والاختلاف الكبير جدا يا محمد هنا يعني كان تعرض لنزلة برد شديدة، لكن أشقائنا المغاربة بيقوموا بدور كبير جدا جدا هنا طبعا مع الكابتن محمود الخطيب تحديدا. يا رب إن شاء الله بإذن الله كالعادة زي ما بنقول يكون متواجد غدا، نشوفه عند الباص مع لعيبة النادي الأهلي يحييهم يسلم عليهم رسائله إن شاء الله المعتادة البسيطة جدا توصل للاعبتنا، ويا رب محمد إن شاء الله الجو ممتاز الحقيقة والطقس أكثر من رائع. يعني أنا بشوفها رسالة الحقيقة من ربنا سبحانه وتعالى إن الطقس في هذا الأمر ينقصنا بس التوفيق، وكل لعيب يكون في يومه، ما تخافش احترم المنافس، كل مرة هنقول هذا الأمر لأن الاحترام مهم جدا الحقيقة بقيمة ريال مدريد الكبيرة، لكن 90 دقيقة لاعب قدام لاعب، عندنا لعيبة الحقيقة على أعلى مستوى كالعادة طبعا، لكن ينقصنا التوفيق يا محمد، لو التوفيق معانا بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. عايز أطمن منك أكتر على حالة الكابتن محمود الخطيب يا كريم، أنت طمنتني لكن في النهاية النهاردة يعني الكابتن ظهر نزل معاكوا على الفطار على الغداء، يعني عايز اطمن منك في ظل انا عارف ان كانت في متابعه مهمه جدا من فوزي لكجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه، وكان في وفد طبي زار الكابتن في فندق الاقامه لاجراء التحاليل والاشاعات وكل الامور عشان نطمن على حالته الصحيه. الكابتن اصبح الحمد لله في حاله جيده ولا لسه في اخبار يا كريم؟ لا انا اقدر اطمنك يا محمد واطمن كل جمهور النادي الاهلي الحمد لله للكابتن محمود الخطيب، يعني حالته الحمد لله مطمئنه. البرد شديد يا محمد في الطقس ده يمكن متعب شويه، وانت عارف يعني المجهود الكبير اللي بيقوم بيه كابتن محمود الخطيب في القاهره من التجمع الى زايد الى اهلي الجزيره الى اهلي مدينه نصر، بيتابع الانشاءات بيتابع التحضيرات لفريق الكره، فالمجهود كبير جدا، اصراره كمان ايضا ان هو يكون متواجد على راس رئيس بعثه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ده امر كان مهم. لكن بطمنك يا محمد الحمد لله يمكن الامور بتتحسن بشكل كبير جدا عن امس، النهارده يمكن الامور طيبه
بالنسبة له، منتظرين بمشيئة الله غدا صباحا يا رب إن شاء الله بإذن الله يكون أحسن بكتير جدا من ال 48 ساعة الماضية، لأن زي ما بقول لك يعني وجوده بيكون قيمة وإضافة كبيرة جدا بتوصل للعيبة الكل اللي هنا. الحقيقة بيسأل على كابتن محمود الخطيب، الكل بيحاول يلتقط معاه الصور التذكارية، أما بتقابل أي حد يا محمد في الشارع بيقول لك لديكم رئيس نادي من أقوى رؤساء الأندية في العالم، أمور الحقيقة يعني بتسعدنا جدا وبتسعدنا على المستوى الشخصي. لعيبة النادي الأهلي أيضا كمان بتنول الكثير جدا من الإشادة جانب الأمن، يمكن ناس بتتابع وبتتفرج على قناة النادي الأهلي وبتتابع كل التصريحات وبتشوف كل الأمور الحقيقة اللي بنقوم بيها هنا طبعا من خلال تغطيتنا الخاصة والحصرية على شاشة قناة النادي الأهلي. فيا رب كل الأمور تكلل بالنجاح. أطمنك مرة تانية يا محمد، الكابتن محمود الخطيب بصحة الحمد لله، بنقبل بمشيئة الله غدا نشوفه يزين طبعا المقصورة الخاصة باستاد مولاي عبد الله كالعادة، ويا رب إن شاء الله بإذن الله يكون يوم فرحة ونصر بمشيئة الله يا محمد إن شاء الله. بإذن الله. زميل عزيز كريم أحمد مفد قناة الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات من مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي. يمكن التحرك لملعب مولاي عبد الله هيكون بعد حوالي نصف ساعة في معاينة لأرضية الملعب حوالي الساعة 6 بتوقيت القاهرة. المحاضرة الرئيسية النهاردة قبل العشاء هتكون حوالي الساعة 8:15، والفريق كله هيكون في الغرف مبكرا عشان الفريق ينام بدري قبل الاستعداد بكرة لمباراة ريال مدريد. هي لحظات حاسمة في تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخ جماهير النادي الأهلي اللي بالتأكيد هتكون موجودة بكرة بدخلات جميلة جدا في مدرجات الدرجة الأولى وفي مدرجات الدرجة الثالثة. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض نستعرض أهم الأخبار وأبرز المعلومات وكمان نشوف باقي فقرات برنامج الترند. شيء ممتع لما تكون داخل على مواجهة كبيرة وحاسمة زي مواجهة الأهلي وريال مدريد وتلاقي كل الصحف الأسبانية والعالمية بتتكلم عن النادي الأهلي. النهارده كده بتلاقي الماركة الأسبانية أو موندو ديبرتيفو الأسبانية بتتكلم عن الأهلي. على فكرة ده حدث كبير، واللي بيتكتب عن الأهلي في الصحف الأسبانية ده ترويج مهم جدا للكرة المصرية في المقام الأول وللنادي الأهلي بشكل خاص. والناس أعتقد مفهوم التعامل مع النادي الأهلي لازم يختلف، لأن المؤسسة الوحيدة على المستوى الرياضي اللي بتمثل بشكل إيجابي ليك خارج مصر هي النادي الأهلي. النهاردة أنت عشان تعمل دعاية رياضية ليك خارج مصر صعب جدا أنك تقدر تقنع الماركة أو موندو ديبورتيفو عشان يتكلموا عنك بهذا الشكل الإيجابي، لكن تيجي هذه المعادلة بشكل إيجابي ومجاني من خلال مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. أعتقد الشخص اللي تسبب في فقدان الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا عليه أن يبدي اعتذار كبير جدا لما سببه من ألم وغضب لجماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة. وأفضل تعويض جه للنادي الأهلي بعد الأحداث الأخيرة اللي محدش اتعاقب فيها ولا حد خد جزاؤه من الأحداث والأخطاء الإدارية الفجة اللي تمت في الفترة الأخيرة، لكن النهاردة عدالة السماء تسمح أن الأهلي يشارك، والقرعة تسمح أن الأهلي يتخطى أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز بطل أمريكا عشان يكون في طريقه ريال مدريد. وقواعد القرعة نفسها تتغير، قواعد القرعة تتغير، ودي الأول مرة تحصل أن قواعد القرعة في اللوائح تتغير، عشان في النهاية كل الأمور دي تقودنا إلى مباراة الغد ما بين الأهلي وريال مدريد. عموما النهارده كانت في تصريحات مهمه جدا للكابتن ساير عبد الحفيظ، لمحمد الشناوي حارس المرمى وكابتن الفريق، لمارسيل كولر، ايضا كمان لكارلوس انشيلوتي، وكمان كارلو انشيلوتي، وكمان تصريحات لفالفيردي. يمكن كابتن ساير عبد الحفيظ شدد على جديه استعدادات الفريق لمواجهه الريال، وقال ان الجميع بالفريق جاهز وفي حماس كبير لهذه المواجهه. قال كابتن سيد انه اتكلم مع اللعيبه قبل بدايه التدريبات وتحدث معهم ان جماهير الاهلي في كل مكان واقفه في ظهرهم وفي خلفهم كعادتهم، ينتظرون منهم المزيد، وان كل اللي قدموه في البطوله زاد من طموحات الجماهير وثقه في ان الاهلي ان شاء الله يقدر يقدم ما لديه افضل ما لديه للوصول الى المباراه النهائيه. قال كمان كابتن سيد ان الاهلي هيلعب بشخصيه البطل، شخصيه الاهلي اللي دايما بتلازم الفريق في كل مبارياته. الهدوء والتركيز مهم جدا، واللعب بروح الفانيلا الحمراء خلال ال 90 دقيقة. قال كمان الكابتن سيد ان حديث المدير الفني للريال عن الاهلي واحترامه لنادي القرن في افريقيا وعن تاريخ الاهلي ده امر جيد. قال في نفس التوقيت ده بيدعونا للتركيز الشديد، لان بالتاكيد مهم جدا نعبر عن كل التصريحات دي بشكل ايجابي داخل ارضية الملعب.
كولر النهارده قال في المؤتمر الصحفي جاهزون لمواجهه الريال وبنسعى لتطبيق قوتنا الهجوميه امام المنافس. قال كولر في المؤتمر الصحفي ان ريال مدريد بيمتلك قوه كبيره او قوه من القائمه المميزه للاعبين، وقال من الصعب ان يتاثر الريال باي غيابات. الفريق عنده لاعبين مميزين في كل المراكز، يعني غياب كريم بنزيما او ايدن هازارد او تيبو كورتوا اسماء لامعه واسماء بارزه، ولكن في النهايه يبقى الريال برضه عنده لاعبين مميزين. غياب لاعب او اثنين لن يؤثر في شكل فريق الريال كفريق جماعي. قال كمان مارسيل كولر هنحاول ايقاف لاعبي ريال مدريد دفاعيا وان يكون لنا قوه هجوميه امام المنافس، لاننا نعرف امكانيات لاعبيه جيدا، نحاول استغلال كل الفرص، نسعى لتفادي الاصابات عن طريق مساله التدوير والروتيشن ما بين اللاعبين. قال كمان كولر ان كل لاعبي الاهلي جاهزون لمواجهه الريال اللي بيمتلك قائمه كبيره من اللاعبين على مستوى عالي، لكن هدفنا التركيز على نقاط القوه والضعف وان نظهر بشخصيتنا، وهذا هو الاهم لاننا لن ندافع طوال وقت المباراه. يعني على مدار ال 90 دقيقه اكيد صعب جدا تلعب دفاعي طوال ال 90 دقيقه، فلازم تظهر شخصيتك في بعض الاوقات من المباراه. كاس العالم للانديه الكل بيتمنى ان الاهلي يظهر فيها بشكل قوي في الادوار النهائيه، واكيد بتمثل لنا خبرات كبيره اللعب امام الريال. دي كانت تصريحات مارسيل كولر. الشناوي كابتن الفريق وحارس المرمى قال ان هناك اجواء ايجابيه للغايه يعيشها الفريق منذ الوصول للمغرب. الشناوي كمان قال مسانده الجماهير المغربيه لينا في كل مكان ده شيء رائع جدا وبيدينا قوه ودفعه وحماس في المباريات. وقال كمان احنا مركزين بشكل كبير في مباراه بكره، التركيز هيتضاعف في ظلك بتلعب افضل فريق في العالم فريق الريال. كمان قال الشناوي الاهلي يلعب بشكل جماعي وبيعمل حساب كبير جدا لفريق ريال مدريد. عايز اقول للشناوي يمكن انت لما لعبت مباراه منتخب مصر امام بلجيكا، يمكن بلجيكا وقتها كان عندها الحارس تيبو كورتوا وايدن هازارد اثنين موجودين في فريق الريال، فقدر منتخب مصر يكسب فريق بلجيكا وهو عنده اثنين من ابرز لاعبي ريال مدريد. كمان منتخب المغرب في كاس العالم لما لعب مع اسبانيا ومع البرتغال ومع فرنسا كان الند بالند، فاعتقد دلوقتي الكره خلاص اختلفت فيها فكره ده الفريق الكبير وده الفريق الاقل وده الفريق القوي وده الفريق الضعيف. 11 لاعب قصاد 11 لاعب في ارضيه ملعب، اللي بيقدر يفرض اسلوبه وشخصيته هو اللي بيكسب ايا كانت القيمه التسويقيه وايا كانت مكانتك وقدراتك في الدوري او في الدوله اللي انت بتلعب فيها. الشناوي قال كمان في تصريحاته ان اي مباراه مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ تعد من اهم المباريات في مسيره اللاعب، ولكن في الاهلي الوضع مختلف، فالهدف دائما هو الوصول لهذه المكانه العالميه. عايز اركز على اللقطه اللي قدامكم دي يا جماعه، يعني يا ريت يا بيبو بس لو ترجع لنا تجيب لنا اللقطه دي تاني. بصوا شوفوا عدد الكاميرات وعدد وسائل الاعلام اللي بتصور تدريب النادي الاهلي، ركزوا قوي في التفاصيل دي. بصوا عدد الكاميرات وعدد الزملاء الصحفيين والمصورين سواء الفوتوغرافيا او الفيديو. ده ليه يعني والله الواحد جسمه بيقشعر لما يشوف بعض هذه اللقطات لما يكون النادي الاهلي موجود في كاس عالم وشايفين الكاميرات والمصورين بهذا الكم وبهذا الزخم في تدريب فريق النادي الاهلي. على فكره ده التدريب الرئيسي اللي بيبقى مسموح فيه اول ربع ساعه انك تصور وتاخد لقطات من التدريب. شوفوا بقى حجم الاقبال من وسائل الاعلام عشان تصور الربع ساعه الاولى من تدريب الاهلي. شوفوا الصوره دي هتنتشر ازاي النهارده في كل وسائل الاعلام العالميه، مش في اسبانيا فقط ولا في المغرب ولا في مصر، في كل وسائل الاعلام في العالم. بكره في المباراه شوفوا عدد المصورين وعدد كاميرات الفيديو اللي هتكون موجوده في ملعب مولاي عبد الله. يعني اعتقد مفيش طريقه تقدر تتكلم فيها عن نفسك ولا تتكلم فيها عن النواحي التسويقيه اكتر من المشاركه في هذا المحفل العالمي. البعض اللي كان بيتكلم على انها بطوله وديه وانها بطوله ضعيفه وانها بطوله شرفيه، ركز وبص على الصوره وشوفوا اللقطات دي ازاي عشان تقدر تعملها ممكن تدفع قدامها ملايين. لا الاهلي في البطوله دي ما بيدفعش، لا بياخد ملايين وفي نفس الوقت حضور اعلامي على اعلى مستوى من كل الصحف الاسبانيه والصحف العالميه. قفشه النهارده كان بيتكلم على شخصيه لاعبي الاهلي، قال انها بتظهر في المباريات الكبرى، وقال كمان
ان فريق الريال ليه تاريخ مميز على مستوى العالم، بنحترمه كثيرا، لكن نحن الاهلي نلعب نصف نهائي المونديال للسنه الثالثه على التوالي، وهدفنا الوصول للمباراه النهائيه. قال كمان أفشى ان ريال مدريد بيضم نجوم كبار على مستوى العالم، نحترمهم ونقدرهم، لكن في المباراه سنلعب من اجل الفوز، سنكون 11 لاعبا من الاهلي امام 11 لاعبا من المنافس. شخصيه لاعبي الاهلي تظهر في المباريات الكبرى. أفشى اختتم تصريحاته بجمله مهمه جدا، قال: الجميع في بعثة الأهلي يشعرون أنهم في مصر لما يجدونه من ترحاب ودعم للأشقاء في المغرب في كل مكان، سواء في فندق الإقامة أو في الشارع أو في الملاعب، على جميع المستويات، جماهير ومسؤولين عن الكرة المغربية. طيب، تصريحات كمان للسولية يمكن ما أضافش جديد، اتكلم بنفس الإطار، قوة المواجهة، بنلعب على تحقيق ميدالية أفضل من البرونزية، وان شاء الله الاهلي هيكون جاهز. لكن عايز اروح بسرعه لتصريحات كارلو انشيلوتي المدير الفني الايطالي لفريق ريال مدريد. قال ايه على الاهلي؟ الاهلي فريق ذو باع كبير، احد اهم الانديه في كره القدم حول العالم، شارك في بطوله كاس العالم للانديه عده مرات، ويمتلك لاعبين رائعين، واعلم انه يرغب في الفوز في اللقاء الذي سيجمعنا به غدا. المدرب الايطالي قال كمان ان فريقه بيحترم الاهلي كثيرا لانه رائد في افريقيا، ويمتلك تاريخ كبير مع كره القدم، ويزيد من احترامنا للاهلي ان الفريق اكيد جاي يلعب على الفوز امام ريال مدريد. الاهلي نادي صاحب تاريخ كبير، مشجعين حماسيين يملؤون المدرجات. ده انشيلوتي وهو بيتكلم عن الاهلي. كمان عن الفتره السابقه على متابعه، وقال كده في ريال مدريد ان ملعب المباراه ستكون في صف الاهلي ودعمه لانه فريق عربي، مؤكدا انهم في الاوروغواي يمتلكون نفس الروح التشجيعيه من الجماهير لبث الحماس في اللاعبين. قال ان الاهلي فالفيردي بيتكلم عن الاهلي وبيقول ان فريق الاهلي يعني الكثير لجزء كبير من العالم، يمتلك شعبيه كبيره، لديه امكانيات هائله، لذلك لا نملك سوى احترامنا للأهلي بشكل كامل لأنه منافس قوي. دي تصريحات أنشيلوتي وفالفيردي عن الأهلي. أعتقد قيمة ومكانة الأهلي بتظهر لما العالم كله بيتكلم على الأهلي. دايما الأهلي الحمد لله صورة مشرفة لمصر في جميع المستويات، سواء المحلية أو القارية أو الدولية. وشايفين طبعا كمان من الأمور المهمة جدا التعاون المثمر ما بين قناتي الاهلي وريال مدريد خلال الساعات الاخيره، استوديو تحليلي نقل تدريبات فريق الاهلي، نفس الامر في قناه الاهلي بننقل تدريبات فريق ريال مدريد، المؤتمرات الصحفيه، كل الخطوه المتعلقه بالاهلي في البطوله هتشوفوها على قناه ريال مدريد، وكل الامور المتعلقه بفريق ريال مدريد هتشوفوها على قناه النادي الاهلي. عندما تتحدث عن فريقين كبيرين بمنظومه اعلاميه كبيره لنادي القرن في افريقيا ونادي القرن في اوروبا، والصوره امبارح اللي كانت حديث الكل عبر السوشيال ميديا، استوديو تحليلي في قناة ريال مدريد وفيها شعار النادي الأهلي، أكيد دي مكانة كبيرة جدا للنادي الأهلي. الحمد لله يمكن في فترات طويلة جدا النادي الأهلي كان بيتعرض لضغوطات كثيرة، ولكن في نفس الوقت يعني جاءت الظروف لتثبت للجميع أن النادي الأهلي له مكانة خاصة وله مكانة مختلفة، أن الريال بيتحدث عن الأهلي سواء أنشيلوتي أو فالفيردي، وحتى قناة ريال مدريد بتنقل كل تدريبات فريق النادي الأهلي. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل معاكم بقى في قناة برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وترند الأهلي، ونشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا عن الأهلي. والنهارده عندنا حاجات مهمة جدا اتكتبت في الساعات الأخيرة عن مباراة الأهلي وريال مدريد. نبدأ مع فاضي حساب كرة 11 لمساندة محمد هاني أمام فينيسيوس. كولر يجري بعضا من التغيير أو يجري بعض تغيير على تشكيلة الأهلي الأساسية، ويدفع بالورقة المخضرمة قبل مباراة الأهلي وريال مدريد المرتقبة. يمكن المعلومات اللي عندي إن مارسيل كولر بنسبة كبيرة هيرجع لتشكيل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، لأنه أكيد محتاج يقفل بعض المراكز عشان النواحي الهجومية في فريق الريال اللي يمكن فيها تميز كبير جدا. حسين الشحات ومحمد هاني بنسبة كبيرة جدا هم اللي هيقودوا الجبهة اليمنى، مع الاحتفاظ بوجود احمد عبد القادر وقفشة ومحمد شريف في الجبهه الهجوميه، مع وجود عمرو السوليه واليو جانج في وسط الارتكاز، ورباعي خط الدفاع اكيد لا جدال
على وجود علي معلول ومحمد هاني ومنعم ومتولي، مع وجود ايضا حارس مرمى محمد الشناوي. فبنسبه كبيره جدا مارسيل كولر بيفكر ان هو يرجع لتشكيل مباراه اوكلاند سيتي، عشان لو بدا ببيرسي تاو مش هيكون في الاداء الدفاعي الجيد، لان بيرسي تاو لعيب مميز جدا في الناحيه الهجوميه، لكن حسين الشحات بيتميز بالنواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه، واكيد محتاج مسانده مع محمد هاني في ظل الجبهه اليسرى القوية في وجود اللاعب البرازيلي فينيسيوس. طيب نروح لحساب فيتبول انترناشونال، وده حساب تابع لماركة الأسبانية، وسلطوا الضوء على تصريح لكولر واللي اتكلم فيه عن فينيسيوس، واللي قال سنحاول إيقاف فينيسيوس لكنه سريع جدا. لاعب طبعا مخضرم ولاعب مهم جدا حتى في منتخب البرازيل، من اللاعب المميزة والبارزة بشكل كبير جدا في فريق الريال. الناس كلها بتتكلم على غياب كريم بنزيما، يا جماعه حتى لو كريم بنزيما غايب لكن عندك في وسط الملعب في لوكا مودريتش وعندك فينيسيوس، لعيبه عندها امكانيات عاليه جدا، فبالطبع مهما اشتغلت على ايقاف هذه الجبهه ولكنه لاعب سريع جدا، لو رحت قدامه لاعب واحد لواحد نسبه تخطيه والمهاره اللي عنده تتخطى ال 70 80% يقدر يمر ويروح للمرمى بشكل سهل جدا. طيب نروح لحساب ماركة الأسبانية واللي تحدثوا على إن في مصر الناس تأمل في تكرار مفاجأة أفريقيا في كأس العالم بين المغرب وأسبانيا، فلماذا لا تحدث بين الأهلي وريال مدريد؟ وحطوا عنوان وقالوا في مصر يرون احتمال حدوث معجزة إفريقية أسبانية أخرى. يمكن الماركة بتتكلم وكل تخوفها إن في كأس العالم في قطر اللي انتهت منذ حوالي شهرين قدرت المغرب تعمل إنجاز وتقصي أسبانيا من الأدوار النهائية، وقالوا إن المواجهة دي ممكن تكون متكررة لما الأهلي يواجه ريال مدريد على الأراضي المغربية، فقالوا هل ممكن بطل إفريقيا يقدر يعمل نفس الإنجاز ويقصي الريال من الدور نصف النهائي؟ ننتظر وهنشوف هذه المعجزة هل ممكن أن تتكرر تاني؟ إحنا بنقول يا رب إن شاء الله تتكرر، وعندنا عزيمة إن إن شاء الله بإذن الله تتكرر في مباراة بكرة في ملعب مولاي عبد الله. حساب يلا كوره بيتكلموا عن جاهزيه كهربا لمواجهه ريال مدريد في كاس العالم للانديه، ويمكن كهربا في رساله صوتيه عبر برنامج اكشن مع وليد قال فيها الحمد لله انا بخير، اصابتي خفيفه وان شاء الله ساشارك في التدريبات اليوم وساكون جاهزا لخوض مباراه ريال مدريد. النهارده الحمد لله كهربا شارك في المران الجماعي، ويمكن تفسير كده بسيط ليه كهربا الفتره الاخيره بيعاني من اجهاد عضلي. يمكن في الكواليس حاولنا نتواصل مع دكتور احمد ابو عبله واتكلم وقال لعيب كان بقاله اكتر من حوالي 6 شهور بعيد عن الملاعب، فعشان يرجع ويدخل للمباريات في ظل الضغط اللي موجود لازم يتعرض لهذا الاجهاد، لذلك مشاركه كهربا بتكون محسوبه في بعض الفترات، ممكن يبدا اساسي وممكن يشارك في اخر ربع ساعه، ولكن في جميع الاحوال اللي عجبنا في الموضوع كله ان كهربا بيحارب بقدر الامكان عشان يكون موجود مع الاهلي في هذه الأحداث الرياضية الكبرى، ومن حسن حظه أنه لما رجع على مباريات مهمة، رجع على مباراة الديربي مع الزمالك ومشاركة مميزة في كأس العالم للأندية. سبورت 360 المصرية بيتكلم على القيمة السوقية للأهلي وريال مدريد، هي مباراة القرن، ولكن لما تبص للقيمة السوقية الأهلي 29.8 مليون يورو، الريال 849 مليون يورو. طبعا الكره في اوروبا وفي اسبانيا وانجلترا القيمه السوقيه بتتخطى ال 700 800 مليون يورو، وزي ما انتم شايفين اسعار اللاعبين هناك كبيره ازاي، ولكن في ارضيه الملعب الارقام دي ملهاش اي معنى. طالما انت هتلعب 11 لاعب قصاد 11 لاعب تقدر تعمل اي حاجه ممكن تتخيلها، وده اللي حصل في كاس العالم. المغرب لعب سيمي فاينل كاس عالم قدام فرنسا وكان على اعتاب التاهل للنهائي، فاكيد باذن الله الاهلي يقدر يعمل نفس الانجاز ولكن على مستوى الانديه. حساب جول مصر بيقولوا ان الاهلي في كاس العالم للانديه لعب 20 مباراه 8 انتصارات احرز 21 هدف، تاريخ كبير من نصيب بطل القرن في افريقيا. طيب نروح كمان لحساب في الجول وبيتكلموا عن ان ريال مدريد ضد الفرق العربيه في كاس العالم للانديه. عام 2000 فاز الريال على النصر السعودي 3-1، في عام 2000 في الفاينل فاز الريال على الرجاء المغربي 3-2، 2017 فاز الريال على الجزيره الاماراتي 2-1، 2018 فاز الريال على العين الاماراتي 4-1. وهناك مفارقه في الاربع مواجهات السابقه لم يخرج فريق الريال بشباك نظيفه ابدا، وبالتالي
فريق الريال مع الفرق العربية دخلت في شباكه أهداف، فنقدر إن شاء الله بإذن الله بالأرقام وبالإحصائيات دي نجيب أهداف ونحافظ على نظافة الشباك عشان نعمل أول مفاجأة بإقصاء الريال من نصف النهائي. حساب اليوم السابع وبيتكلموا على اللاعب الجزائري المنضم حديثا للأهلي أحمد القندوسي، ينضم لبعثة الأهلي في المغرب اليوم. يمكن القندوسي مارسيل كولر اداله أجازة وراحة سلبية عقب بطولة الشام، وصل مع الجزائر لنهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين، لعبوا أمام السنغال فاداله راحة سلبية. المعلومات الواردة إلينا إن القندوسي هيسافر المغرب يحضر مباراة الريال، لكن حتى هذه اللحظة أنا بتكلم معاكم القندوسي لسه ما ظهرش في فندق الإقامة، ممكن يصل مساء اليوم يصل غدا، ده هنعرفه خلال الساعات اللي جاية. لكن كل الإعلام الجزائري بيتكلم إن القندوسي حريص حتى لو في الراحة السلبية يزور البعثة ويحضر مباراة الأهلي وريال مدريد. حساب بطولات نقل تصريحات لسافيو جناح الريال السابق واللي قال فيها أتذكر مواجهة الأهلي عام 2001 كانت مباراة في فترة الإعداد وهي الأولى لزين الدين زيدان، كانت مباراة صعبة للغاية والحرارة كانت مرتفعة ورغم ذلك أقول إننا لم نلعب بشكل جيد. يا صافي أنت خلاص خسرت المباراة، يعني هتقول بقى الجو ودرجة الحرارة، هي المباراة وخلصت والأهلي كسب الريال واتحطت في التاريخ إن الريال خسر من الأهلي في مباراة القرن. طيب المشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، توقعاتكم للتشكيل اللي يلعب بيه الأهلي أمام ريال مدريد. أستاذ ألبير بيقول الشناوي، معلول، محمد عبد المنعم، متولي، هاني، السلية، ديانج، حمدي فتحي، طاهر، تاو، عبد القادر. دي توقعاته للتشكيل. استاذ محمد بيقول الشناوي، هاني، متولي، عبد المنعم، معلول، السلية، ديانج، حمدي، مروان عطية، شريف، طاهر. 4-4-2 للسيطرة على نص الملعب والكرة التانية اللي هو السكند بول. اوكي نروح لرأي تاني. استاذ محمد سيد بيقول الشناوي، معلول، عبد المنعم، متولي، هاني، حمدي فتحي، اليو، ديانج، احمد عبد القادر، افشا، حسين الشحات، بيرسي، تاو. بالتوفيق للاهلي ان شاء الله وباذن الله نقدم مباراه كبيره تليق بالنادي الاهلي. طيب نروح لاستاذ احمد خالد، اي 11 لاعب ان شاء الله هيفوز ويفرحنا، اتوقع يبدا بالشناوي، هاني، متولي، عبد المنعم، معلول، حمدي فتحي، السليه، ديانج، طاهر، شريف، الشحات. وبالتوفيق للاهلي باذن الله ويكون الاهلي في النهائي ان شاء الله اهلاوي وافتخر. يعني قد ان كان حاولت اقرا واشوف كل التعليقات إن حد يتوقع التشكيل بنسبة 100%، لا لسه ما ظهرش. عموما بكره هنشوف الاختيارات النهائية لمارسيل كولر في مباراة الريال وإن شاء الله بإذن الله يكون الأهلي موفق في مباراة ريال مدريد مواجهة القرن في نصف نهائي كأس العالم للأندية. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا حلقة جديدة من برنامج الترند واللحظات والساعات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي وريال مدريد. شكرا وإلى اللقاء.